مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في هذه النافذه التي نتابع فيها وقفه تضامنيه مع الاسير خليل عواوله من بلده اذنا غرب الخليل، المضرب عن الطعام اليوم 58 على التوالي. نحن معكم في منطقه دوار بن رشد وسط الخليل، حيث ننقل لكم وقائع هذه الوقفه التي تشارك فيها مؤسسات حقوقيه نادي الاسير الفلسطيني وهي شؤون الاسرى والمحررين، وكذلك أيضا عائلة الأسير ومجموعة من النشطاء. تفاصيل أكثر حول الحالة الصحية للأسير العواودة وكل التطورات المتعلقة بقضيته نتابعها مباشرة مع الأستاذ أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. أستاذ أمجد، أرحب بك. الوضع الصحي لخليل كيف يبدو؟ يعني خليل العواودي في يومه 58 من الإضراب المتواصل على الطعام ضد الاعتقال الإداري، الآن موجود في سجن الرملة في قسم الأسرى الجنائيين الذين يحاولون على الدوم إزعاجه في ظل وضعه الصحي المتدهور بشكل متواصل. كانت هناك له فحوصات طبية قبل ما يقارب أسبوعين، الأطباء أعطوا يعني تقرير أنه يجب أن ينقل إلى مستشفى مدني، ترفض إدارة السجون نقله إلى المستشفيات المدنية. واضح أنه عيادة الرملة مقبرة الأسرى يحاولون إيقاع أكبر أذى بهذا الأسير الذي يرفض تناول المدعمات. خليل العواود اعتقل عدة مرات، أمضى 13 عاما، سبق أن اعتقل إداريا عشرات المرات، هذه المرة يخوض هذه المعركة رفضا لهذا الاعتقال الإداري، إضافة إلى زميله أيضا رائد ريان من مدينة رام الله يخوض الإضراب لليوم 20 على التوالي، موجود في عزل عوفار. الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، ارتفاع سياسة التمديد والتجديد بحق الأسرى، أكثر من 590 معتقل إداري جديد الآن العدد، هذا العدد لم يسبق خلال السنوات الماضية. المطلوب منا إن كان في هذه الوقفة أن ترتقي وأن نرتقي جميعا، فعاليات وقوى ومؤسسات وأبناء الشعب الفلسطيني، أن نرتقي إلى مستوى الأمعاء الخاوي لهؤلاء الأسرى الأبطال. هل من عروضات؟ هل من صفقة تلوح بالأفق ربما، أم أن التعنت سيد الموقف؟ حسب المحامين لا يوجد أي عروضات على الأسير خليل العواودة، وهذا أمر خطير جدا. لذلك يعني إذا استمر هذا الإضراب وفي هذه الأجواء الحارة جدا وفي عيادة الرملة، ممكن أن يفقد الأسير خليل العواودة حياته. لذلك نحن نحمل الاحتلال المسؤولية ونطالب الصليب الأحمر والمنظمات الدولية أخذ دور الحقيقي من أجل إنقاذ هذا الأسير الإداري المعتقل بدون أي قضية وبدون أي تهمة. شكرا جزيلا لك الأستاذ أمجد النجار من نادي الأسير الفلسطيني. متابع مشاهدينا الكرام، أتحدث أيضا مع نائب رئيس بلدية الخليل دكتورة أسماء الشرباتي التي تشارك هي والمجلس البلدي في هذه الوقت. دكتورة أسماء، أرحب بك. في أي إطار أولا تأتي هذه المشاركة؟ تأتي هذه المشاركة، يعطيكم العافية جميعا، على أساس تسليط الضوء على قضية الأسرى بشكل عام، تسليط الضوء على الاعتقال الإداري بشكل خاص، وتسليط الضوء بشكل مكثف على قضايا الإضراب عن الطعام والأسرى المضربين على الطعام. وأعتقد بأنه محطات التضامن أو لقاءات التضامن اللي بتصير هي لقاءات أكثر من كونها داعمة للأسرى، هي مذكرة بمدى تقصيرنا سواء من حيث العدد، سواء من حيث التضامن، وسواء من حيث كمان إمكانياتنا إحنا جميعا بدون استثناء عن الحجم الضئيل والمتواضع من مستوى الخدمات اللي بنقدمه للأسرى ولذوي الأسرى. إذا بخوض الأسير بشكل عام أو الأسير الإداري أو الأسير المضرب عن الطعام في معركة، فهو يحتاج إضافة لعمله وجوده وثباته إلى المجتمع لدعمه وتسليط الضوء على قضيته ولزيادة وعي المجتمع المحلي والدولي على خطورة الخطوات الصعبة اللي بيقوم فيها وخطورة وضعه وحقوقه المنتهكة. فإحنا مشكلتنا إنه الأسرى، وطبعا بحكي هذا حكي بخجل وبحكي أنا أول المقصرين، الأسرى بخوضوا معاركهم لكن إحنا في الخارج ما بنغطي عنهم جزء قليل من حجم الثبات. القضية الثانية اللي بدي أحكيها أيضا، ذوي الأسرى هم الفئة المنسية، يعني الأسير إن كان سوف يشعر برضا على أقل تقدير بأن هناك حاضنة تحتضن أولاده وزوجته وتشعرهم بالاهتمام. هم ما بيحتاجوا دعم مادي وما بيحتاجوا من المجتمع، وإن كان كل هذه القضايا أساسية لكن هم بيحتاجوا بشكل أساسي لتسليط الضوء على قضيتهم، لإحساسهم بأنهم أبناء أبطال وزوجة بطل، وهم
بحاجة إنهم يشوفوا كل الناس مثل ما هم بيشوفوا ذواتهم بمرحلة رمزية ومستوى عالي من التضحية والثبات. وكان الله في عونهم وكان الله في عون الأسرى وإن شاء الله يا رب تكون هاي اللقطات اللحظات اللي بنوقف فيها لحظات تزيد من خجلنا ومن تذكيرنا بأهمية دورنا في دعم الأسرى وذويهم. شكرا لك دكتورة أسماء شرباتي نائب رئيس بلدية الخليل، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا، يعني في هذه النافذة سلطنا الضوء أكثر حول قضية الأسير المضرب على الطعام خليل عواودة لليوم 58 على التوالي، ولا تزال الجهود مستمرة ومتواصلة ومكثفة من أجل إنهاء الضرب والإفراج عنه. الحرية لكل الأسرى والفرج القريب لهم إن شاء الله. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.